في دورته الثمانين فتح معرض زهور الربيع أبوابه لاستقبال زواره في حديقة الأرمان بمحافظة الجيزة وسط إقبال على معروضات متنوعة بين نباتات الزينة وغيرها من الأصناف النادرة. الخضرة والألوان والجمال الموجود في الزهور دي بتضيف شيء على النفس من البهجة والفرح والما وهين بتخليك بقى متوازن في حياتك. عجبني جدا التنظيم، عجبني جدا الفاريتي التنوع في النباتات، فالحقيقة انا اتبسطت جدا وعندي رغبة ان انا ازور المعرض ده تاني. بحب دايما الزهور في اشكالها في انواعها في بتريح الاعصاب كمان. بعدين بعلم ولادي، باخد ولادي وبعلمهم ازاي ان هم يهتموا بالحاجات دي الناحيه الجماليه، ومن نفس الوقت يتعرفوا على انواع الزهور الجديده اللي بيعملوها. باجي استريح فعلا، ببقى نفسيا مستريحه من الورد والزرع والمنظر الطبيعي اللي بشوفه، وفي نفس الوقت ممكن اشتري ازرع في بيتي نفس يبقى نفس المنظر ده عندي في بيتي. ياتي ذلك المعرض احتفالا بعيد الربيع ويشارك به عدد من العارضين الذين يتنافسون في عرض الزهور والنباتات المتنوعة. فكرة إنشاء معرض زهور الربيع كان في البداية كان فكرة لإنتاج أحسن زهرة في مصر، وبدأ المعرض يكبر ويتطور لحد ما شفناه دلوقتي مكون من 162 عارض وشركة. معرض زهور الربيع لازم نشارك فيه من سنة 90 تقريبا، من حديقة الأسماك للمتحف الزراعي لحديقة الأرمان، ما فيش سنة الحمد لله ما اشتركناش فيه. بنتميز احنا عن غيرنا بإنتاج نبات الجارونيا، ده الأساسي ان احنا بنصدر منه سنويا 22 مليون عقلة للاتحاد الأوروبي والدول العربية. الحمد لله في أشكال جميلة قوي وفي ناس كتيرة بتتنافس انها تقدم حاجة كويسة، والحمد لله الجو حلو فساعد الناس انها تظهر مظهر كويس. تنظيم كويس، حاجات اول مرة نشوفها. انا مش عارفة ليه مثلا المعرض ده مش واخد دعاية كويسة او مش كل الناس تعرف عنه. تعود أهمية هذا المعرض إلى ازدهار هذه الصناعة لما لها من مردود قومي على السياحة المصرية، خاصة مع التطور الكبير في السنوات الأخيرة للسوق التجاري والتصديري للنباتات.